بتاع امريكا موجود فين؟ هتلاقيه في ايطاليا، وهتلاقيه في المانيا، وهتلاقيه مش عارف في 7 8 دول اوروبيه. امريكا نشره السلاح النووي بتاعها والسلاح بتاعها كله موجود، حلف الناتو لكن في الاخر هو موجود قواعد عسكريه امريكيه. امريكا دايما تحب تعمل ايه؟ كل دوله عايزه قاعده عسكريه، كل دوله. اتذكر الرئيس مبارك رحمه الله، ما اعرفش قلت الحكايه دي يمكن قلتها قبل كده ولا لا، كان بيشرح غضب امريكا بالمناسبه يعني. فكانت امريكا طلبت من الرئيس مبارك، كان وزير الدفاع الامريكي في زياره للقاهره، طلب قاعده عسكريه فين؟ شرق الاقصر. قال له عايزين قاعده عشان من الوقوع الطيارات بتاعتنا والمراكب بتاعتنا والفرقاطات قال في الاخر يعني ايه يعني؟ قال له يعني تبقى بس يعني. قال له قاعده هيبقى فيها جنود يا مش كده؟ قال له قال له لا فيش جندي اسمح له يبقى موجود على ارض مصر، فيش قاعده تبقى موجوده على ارض مصر. ورفض الاستجابه للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لهم قاعدة شرق الأقصر. بالمناسبة أنا مدون ده بتفاصيله بالمناسبة يعني، دي مهمة للتاريخ كمان. مفيش رئيس مصري خدم أو بيخدم في القوات المسلحة يسمح لأي دولة أيا كانت هذه الدولة أن يكون لها قاعدة عسكرية. ليه؟ تبقى انت ليك القواعد بتاعتك، واحنا بنعمل، واحنا عملنا وبنعمل، عملنا وبنعمل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه خطة بقى القواعد العسكرية، ودي من الحاجات اللي هي اولا تأمين كامل ثرواتك وحدودك وأمنك وسلامتك كل حاجة يعني. القاعدة اللي القاعدة بيبقى فيها كل حاجة يعني، يعني قاعدة محمد نجيب دي جي يعني مش جي دي حاجة بسم الله ما شاء الله. قاعدة 3 يوليو، قاعدة فين، في حاجات أخرى كتير، قاعدة برنيس تاني وغيرها كتير يعني. بعض الناس يقول لك لا ده دي من الحاجات اللي وانت بتشتغل وانت واقف عشان بلد بحجم مصر يكون عندها كل حاجه في كل مكان، هو ده الردع والحركه. ما انت ما شاء الله انت على كل مصر النهارده، انت الحمد لله بسم الله ما شاء الله، ومش كل حاجة تتعرف تتقال أكيد، لكن هي دي جزء من قوتك، جزء من قوتك. إذا كانوا هما عايزين وأنت لا تديش حد، إحنا نعمل قواعد لينا، قواعد بتاعتي بتاعتنا إحنا، يبقى ما عندكش جنود أو عساكر أجانب عندهم قاعدة موجودة في اللي هو إزاي؟ ما دي حته بياخدها وبعدين امريكا بتروح حته بتسيبها. شفتوها يعني؟ وحتى لو ساب بعد كام سنه، طب وليه اصلا تدي ده او تسمح بده؟ فعشان كده امريكا عندما لا تلبي طلباتها اكيد بتعمل لك شويه حاجات يعني.